الو، هاي بيبي. بيبي وينك تحضر الكلاسيكو؟ عند رفقاتي حياتي. يعني ما بدك تحضرها معي بالكافيه؟ صعبة شوي. وليش صعبة؟ حياتي لأنه أنت ريال وأنا برشا، أنه بدك مين يذكرك يعني. طيب بيبي، شو رأيك تصير ريالي مثلي؟ ضحكتيني وأنا عيان. يا حياتي يا حياتي، أنت البرشلونية مستحيل غيره ما بدقن. طب ليكي، ليش ما أنت بتصيري برشا؟ لا حبيبي، الريالية مستحيل يغيروا قناعاتهم لو على قطع رقبتهم. طب بدنا نروق شوي هلا. ايه فينا نروق شوي، ما بدها هالقد القصة. خلص حبيبي، اساسا انا روحي رياضية. خلص انت شجع اللي بدك اياه وانا بشجع اللي بدي اياه، المهم نحضر الكلاسيكو سوا. يا حياتي هلا اسمعي مني، بلا ما انا اقعد زرك لك وانت تزركي لي نقوم نزعل من بعض اخر شيء، خليك الواحد يحضره لحاله، انت بتحضري مع رفقاتك وانا بحضره مع رفقاتي. طيب ماشي. باي يا برشلوني. باي. نور شو بكي؟ ولا شيء، بس الاستاذ حسام بده يحضر معي الكلاسيكو. بتعرفي نور، صحيح انه بلا ذوق، قصدي انه جماعه برشلونه كلهم هيك. صح نانا، انا مول ما اسمح لك تتكلمين على برشلونه بهالطريقه. ليك يا حبيبتي، انت مديرتي بالبيوتي سنتر مش هون، هون بالبيت بحكي اللي بدي اياه انا. هي قولي اللي تبينه، لكن برشلونه تحديدا خط احمر، ولا الصراحه بضطر اني اغلط على الرياليين. لا حبيبتي، انت الساد ريال مدريد هي الخط احمر. بنات شو بكون، مو معقول عم تخلوا على شقفه مباراه. مو معقول، مو معقول، عن جد مو معقول. انا عايمه. سربرايز بيبي. كيفك حبيبي؟ ايوه ورا قلبي لابس ريال كمان. تاخذ العقل. لك انا ببيع برشلونه كلها كل مالي. ايه بدي انت ببيع، انا ما ببيع. هيك صارت. مسيك لك. يلا سامعونا شباب.